افتتاح محطة إدارية لتعزيز الإدارة الترابية وتقريب الإدارة من المواطنين. نتمنى من كافة الفعاليات اللي يدور رشيدة معنا نعملوا على تتمين هذه المبادرات اللي كانت الانتساب ما بين عمالة مراكش، ومجلس البلدي لمدينة مراكش في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كيف تنعرفوا الملحقة الإدارية الازدهار اللي كانت هي الأم عرفت واحد النمو ديموغرافي كبير، سواء بالنسبة للزيادة ديال عدد السكان التلقائي أو بسبب التجزئات المحدثة اللي خلات واحد التوسع، خلات المقاطعة تعرف واحد التوسع كبير، توسع لا من حيث امتداد جغرافي ولا من حيث عدد السكان. وهذا تيطلب مواكبة المجلس البلدي ديال الولاية باش يتقرب أولا خدمات المواطنين، ثانيا لسيارة